السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نشوفو الزوايا في الاعداد العقاديه، يعني كيفاش كنحسبوا الزاويه في عدد عقادي او في مستوى عقادي. واضح؟ دونك نفترض بغينا نحسبوا هذه الزاويه اللي كيخلقها لنا هاد القطعتين ا بي و ا سي، ياك بغينا هذه الزاويه بالضبط. واضح؟ دونك الا بغينا هذه الزاويه بالضبط، كيفاش كنلقاو الزوايا اون كاج جينيرال؟ كيفاش كنلقاوهم في الاعداد العقاديه؟ كنلقاوهم بلارغيمون او بالشكل المثلثي ديال العدد العقادي. واضح؟ يعني بحال اللي قلنا لارغيمون ديال واحد زد، واحد لو نومبر كومبلكس ايتيغالا تيتا بترديد 2 بي. هاد تيتا هادي ديال واحد لارغيمون زد، نفترض ان كان عندنا بون واحد البوان ام اللاحق ديالها اللي هو زد، افيك زد ايتيغالا ا بلس اي بي. شنو كنعنيو؟ انا الا خدينا فواحد واحد لو روبير، دونك هذا هو الغيال، دونك هذه هي ا، هذه لا بارتي غيال وهذه هي بي. نفترض دونك هاد البوان هادي هي ام اللي اللاحق ديالها اللي هو زد، دونك تيتا فين هي؟ هاي هي هذه الزاويه تيتا. واضح؟ دونك تيتا او لارغيمون ديال زد هو الزاويه اللي كتخلقها لنا هاد المتجهه او ام مع هاد لاكس هذا، يعني كتسمى هذا لاكس زيرو او او ان. واضح؟ دونك هذا هو لاكس ديال لي لا بارتي ريال اللي كيساوي لنا زيرو، يعني من زيرو حتى تيتا، دونك هذه هي الزاويه تيتا. واضح الشباب؟ دونك بهذا البرانسيب غادي نلقاو الزوايا ديال جوج ديال المتجهات. كيف ما كنعرفوا باش نلقى هاد الزاويه هادي، دونك خصني نلقى هاد الزاويه هادي الاولى مقارنه مع هاد لاكس هذا. هذا هو لاكس ديال المستوى. واضح؟ او لاكس دابسيس او لا بارتي ريال ديال زد، نفترض مفهوم. دونك هذا هو زيرو، دونك هذه هي الزاويه الاولى. عطينا هاد الزاويه الاولى، عطينا هي الفا، وهاد الزاوية دونك خصنا نحسبو هاد الزاوية هادي، يمكننا نحسبوها. والزاوية الثانية هي من ا سي تال زيرو، يعني هاد الزاوية كاملة. واضح؟ هما اللي يمكن ليا نقدر نجاوب، نقدر نلقاهم. واضح الشباب؟ دونك إلا لقيت هاد الزاوية، دونك إلا خدينا دابا هادي هي واحد النقطة ام هنا ولا المهم، إلا عرفت الزاوية ام ا سي والزاوية ام ا بي، فيمكن نلقى الزاوية بي ا سي اللي هي هادي. الا خدينا دابا هادي هي واحد، دونك هادي سميناها بيتا، دونك نسميها هادي هي غاما. دونك يمكن لي نلقى هاد الزاوية غاما، يعني يمكن لي ندير هاد الكبيرة اللي هي بيتا موان الفا اللي غيعطيني ديريكتومون اللي هي غاما. مفهوم؟ ولكن باش نلقاها يعني خصني شويه غادي نديرونجا، يعني حنا قرينا في هذه الاعداد العقاديه لي زارغيمون، وخصني نستعملو باش نلقاه هو اللي غادي يسهل عليا الحساب. واضح؟ دونك خصني نلقى اول حاجه هو الكتابه العقاديه ديال هذه المتجهه، هذه المتجهه الاولى باش نلقى الزاويه الفا. الكتابه العقاديه ديالها يعني هو نلقى لا فيكس ديال هذه المتجهه كامله. واضح؟ دونك لا فيكس ديال هذه المتجهه هذه، كيف ما كنعرف ان ا بي خصني نلقى الموديول ديالو. واضح؟ اللي كيساوي ليا زد بي موان زد ا. واضح؟ يا لا فيكس ديال هاد بي هي زد بي، ولا فيكس ديال ا هو زد ا، ياك. و سي هي زد سي. واضح؟ و ام هي زد ام ولا زد زيرو ولا شي حاجه، المهم ما عليناش. دونك ا بي كتساوي هي زد بي موان زد ا، دونك لارغيمون ديال ا بي الزاويه اللي كتخلق هنا ا بي مع هاد مع هاد مع هاد لاكس هذا، لارغيمون ديال ا بي اش كتساوي؟ هي هاد الزاويه هادي هي لارغيمون ديال زد بي موان زد ا. واضح؟ اللي كتساوي الفا. مفهوم؟ ها هي الفا، الفا بترديد 2 بي. واضح؟ دونك هادي الاولى، احنا لقينا الفا، لقيناها ياك، هي كتساوي لارغيمون ديال زد بي موان زد ا. مفهوم؟ نمشيو نحسبو ا سي، يعني اللي هي الزاويه بيتا. مفهوم؟ اللي هي هادي كامله، يعني من لاكس حتى هاد المتجهه هادي اللي هي ا سي.
سي اش كتساوي؟ اللي هي زد سي موان زد ا. مفهوم؟ لارغيمون ديال سي اش كيساوي؟ هو لارغيمون ديال زد سي، زد سي موان زد ا. واضح؟ انا عندي ا. مفهوم؟ هاد الزاوية كيف ما قلنا كاملة شنو هي؟ ام ا سي، شنو هي؟ عطيناها هي بيتا. واضح؟ دونك باش نلقاو غاما كيما قلنا خصني ندير بيتا موان الفا. مفهوم؟ هذه هي الثانية بترديد واحد اثنان بيك. مفهوم؟ دابا غاما هو الهدف ديالي، هو الزاوية بي ا سي اللي هي غاما. دونك غاما اش غتساوي؟ دونك كتساوي هي بيتا موان الفا. نجي نعوض، بيتا اش كتساوي؟ هي لارغيمون ديال زد سي موان زد ا. مفهوم؟ موان الفا، الفا كتساوي هي موان ارغيمون ديال اش؟ زد بي موان زد ا. زد بي موان زد ا. واضح؟ دونك ومنه غاما كتساوي لارغيمون ديال ا موان لارغيمون ديال بي. شفنا في القاعدات اللي من قبل ان لارغيمون داير بحال الشكل ديال الالين، لارغيمون ديال ا موان لارغيمون ديال بي، هذا او بي كيلكون ياك، ماشي هادو اللي عندنا حنا، كتساوي هي لارغيمون ديال ا سور بي. مفهوم؟ كناخذ هذا اللي فيه الناقص كيولي في المقام موان بي. دونك هادي غتولي هي لارغيمون ديال زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا. مفهوم؟ بترديد اثنان بي. واضح الشباب؟ دونك هاد غاما هادي هاني لقيتها بعلاقة ديال لارغيمون وبعلاقة زد سي وزد بي وزد ا. مفهوم؟ دونك هاد الزاوية غاما كنرمز ليها، باش كنرمز ليها ب ا بي ا سي. دونك الزاوية ا بي حتى الزاوية ا سي. مفهوم؟ وكندير لهم هذا الشكل هذا. دونك هنا كندير لهم متجهات. مفهوم؟ هنا كندير واحد البوان اللي كت او نديرو تساوي او توافق، المهم تساوي لارغيمون ديال اش؟ ديال زد سي موان زد ا سيغ زد بي موان زد ا بترديد اثنان بي. مفهوم؟ دونك هذه هي القاعده ديال لارغيمون او الزاويه المحصوره ما بين متجهتين. مفهوم؟ دونك في حالات عامه اذا كانت النقطه ا مشتركه ما بين جوج ديال هذيك المتجهات، كيكون كان فيكسي ا، دونك هي زد زد بي هي لارغيمون ديال زد زد سي. كنشوف المتجهات الثانيه، يعني عندي الزاويه كتخلق ليا ما بين ا و بي حتى ال ا سي، يعني حتى ال ا سي كنسبق هذه، كندير لارغيمون ديال زد سي موان زد ا. هاهي لارغيمون ديال زد سي موان زد ا سيغ زد بي موان زد ا، زد بي موان زد ا. مفهوم؟ دونك هادو هذه هي العلاقه ديال كيفاش نلقاو زاويه محصوره ما بين جوج ديال المتجهات الا كان عندهم نفس لاكس او نفس الاصل. مفهوم؟ لوريجين. دونك عندي هنا زد ا كتعاود ليا هنا من بعد. مفهوم؟ ها هي هنا، ها هي هنا. واضح؟ دونك نفترض انه كان متجهتين ما عندهمش نفس الاصل اللي هي غادي نشوفو دابا. دونك هاد الشكل هذا، دونك الا كان عندي متجهتان ليس لهم نفس الاصل. واضح؟ نفس البرانسيب، نفس البرانسيب اللي خدمنا به هنا غنخدمو به هنا. واضح؟ حنا شنو بغينا؟ الزاويه اللي كتخلق ما بين ا بي و سي دي. مفهوم؟ دونك الا درنا لا بروجيكسيون سيغ هاد العجبه هذا، دونك درنا التمديد ديال هاد العجبه هذا، هي هادي هي الزاويه. مفهوم؟ هذه هي الزاويه اللي بغينا، اللي غادي نرمزوا ليها باش ب ا بي، يعني الزاويه المحصوره ما بين المتجهه ا بي و سي دي. مفهوم؟ ها هي سي دي. واضح؟ وكندير ليها على هذا الشكل هذا. اش غادي تساوي؟ غنمشيو نقلبوا عليها كيف ما لقينا بان هنا هي زد لارغيمون ديال زد سي موان زد ا سيغ لارغيمون ديال زد بي موان زد ا. مفهوم؟ نفس البرانسيب. واضح؟ يعني هي غتولي زد دي لارغيمون ديال زد دي موان زد سي سيغ لارغيمون ديال زد بي موان زد ا. مفهوم؟ يعني الا درت ليهم، دونك خديت واحد البوان هنايا كوما اونتر هاد لي دو فيكتور، نمشي نحسب لارغيمون ديال هاد المتجه هادي
او بالاحرى الموديول ديال هاد المتجهه هذه مع هاد المتجهه هذه، ونحسب الزاويه. يعني غادي ندير هاد الزاويه هذه الكبيره ناقص الزاويه الصغيره تعطيني هاد الزاويه هذه، حيتاش هذه اللي بغينا حنا، مفهوم؟ اللي هي نفس البرانسيب، يعني نفس الديمونستراسيون، ما نحتاجش نعاودها، مفهوم؟ دونك هي لارغيمون ديال اش ديال زد دي موان زد سي سور زد بي موان زد ا، دونك سور زد بي موان زد هنا ما عندهمش نفس لوريجين، عندهم مختلفين، ولكن لوريجين ديال المتجهه الليمت الثانيه، يعني هاد الثانيه هادي هي الاولى، هادي هي الثانيه، كناخد زد دي موان زد ا زد سي سور زد بي موان زد ا، مفهوم؟ يعني كيكون عندهم مختلفين، واضحه الشباب؟ دونك هادشي اللي كاين في الزوايا في الاعداد العقديه، نتمنى ان هادشي يكون واضح. خدوا هادشي يا شباب بعين الاعتبار، يعني هادشي راه خصو تعقلوا عليه وفهموه، كنصحكم انكم تفهموه، ما تحاولوش تحفظوه، مفهوم؟ ما تحفظوش هاد لي فورميل هادو، هما هي حفظهم ولكن حاول فهمهم، يعني عرف هادشي منين جا، كيفاش داير هاد العجب هذا، هادشي باش كنصحكم الشباب. المهم غادي نشوفوا في فيديو اخر، يعني الاستقامية ديال النقاط، نشوفوا الدوران، نشوفوا التحاكي في هاد الاعداد العقدية. المهم نتمنى ان الشيء يكون واضح، وخليت لكم الراحة، والسلام عليكم.